نشأ وترعرع من أسرة تمتهن الفن، أكمل مسيرته الفنية في معهد صبحي شعيب في مدينة حمص، ومن بعد ذلك التحق في كلية الفنون في دمشق. له مشاركات عديدة بسوريا وخارجها، مثل فيها اسم بلده سوريا. نتعرف أكثر على فنه ومشاركاته. بصيرنا نرحب اليوم بالاستوديو معنا بالرسام مصطفى أسلان. صباح الخير فيك، كل عام وأنت بخير. صباح الخير عليكم أستاذي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. في البداية خلينا يمكن نعرف المشاهدين عن حضرتك ونعطي لمحات بسيطة عن مسيرتك الفنية. أنا مصطفى أسلان من حمص. نشأتي الفنية كانت طويلة كثير، كون أنه نشأت بأسرة فنية تشتغل بالفن التشكيلي بشكل عام والدعاية، وكوني بلشت على صغار فمشواري كان كثير طويل، والحمد لله يعني أحسنت أنه يعني أدرس بشكل حرف كثير أسلوب الرسم تكنيك ومذاهب وكذا لوصلت للنتيجة اللي هلا انا فني مقسوم لقسمين، قسم ديكور. فني، قسم ديكور اللي هو المعيشي او الشغل العام. بالنسبه للفن التشكيلي عم ياخذ جزء اقل من الشغل الديكور، كونه انه الفائده الماديه بتكون للديكور والفن بالاوقات الفراغ. الموهبه الاساسيه. هي الموهبه. نعم. طبعا هاي بيعود لتشجيع الاهل، وكون الوالد رسام وعمي رسام بقى عائلي كلها بتضامن سوا بالفن. ايوه. نعم، خلينا لكن اذا عم نحكي عن الرسم يلي هو اخذ حيز اقل طبعاً بحياتك، خلينا نشوف اللوحات يلي معك. لوحات بتمثل سوريا. هاي بعض اللوحات اللي تم المشاركة فيها ب العديد من المعارض بالجزائر. بالجزائر أيوة. نعم، بتحكي عن بوابة دمشق عند معبد جوبيتر. نعم، في هاي بوابة الحضارة، قوس النصر تبع تدمور. تدمور. يعني عم نشوف تفاصيل وتداخل الالوان والحفاظ يمكن على اللباس طبعاً وعلى طبعاً كل الاكسسوارات يلي هي كانت ما انك بالديكور يمكن بهمك. هي كديكور وكانه انا مشارك بمهرجان منمنمات يعني لازم يكون تفاصيل كثير. وفي هون كمان لوحه عن معلوله تحكي عن هالجبل اللي فيه تاريخ كبير من الحضارة بنفتخر فيه. نعم. وكل حجرة فيه بتمثل شغلة فنية بالنسبة لأي فنان طبعا، وهذا واضح وللعايشين. يمكن لوحات فينا نقول عنها جدا جميلة. خلينا تحكي عن مشاركتك بالعديد من المعارض بسوريا وخارج سوريا، أهم المشاركات لحضرتك. والله أنا شاركت برا أكثر من داخل سوريا. كل ما سافرت مكان لازم شارك فيه شوي. سافرت على النمسا، شاركت بمعرض بجامعة بكلية الفنون بالنمسا بفيينا، طلعت على الإمارات اشتغلت في مجال الفن والرسم، والهي كمان شاركت بالشارقة بأبو ظبي بعدة معارض خاصة. كيف كان انطباع الناس هلا بشكل عام؟ يعني كوني أنا بشتغل أسلوب كلاسيكي أو واقعي، العالم قريب من الناس. ايه قريب من الناس اكثر، وخاصه انه في فن بورتري، شخصيات عامي او مناظر بشكل عام مألوفه للناس. والناس بتحب الشغله اللي بتألفها. نعم، يعني بحبوا دائما الشغله اللي بيفهموها، الشغله اللي بتعايشوا معها بشكل اريح يعني. ومشاركاتي كانت مثلا تبعت الجزائر هلا بال 2014 2015 كانت كثير مهمه، كونها بتحكي في مجال المنمنمات والزخرفه. نعم، وكونه يعني وضعنا كان بالازمه وكذا انه يطلع شخص من سوريا ويشارك بمهرجان دولي. طلعت انا وتفاجئوا كثير الحضور انه جاي من دمشق وكذا، وفي عندكم رسم؟ في قلت له طبعا في كل شيء. حياه مستمره. حياه مستمره وجامعات شغاله وكليه الفنون عم تخرج كل سنه دفعات. بقى انبسطوا كثير الجزائري كثير بوجود. نعم، انه عنصر سوري موجود. نحن اكيد عم نشوف بعض من مشاركاتك وتكريمك و اللوحات يلي حضرتك كنت مشارك فيها.
عم نشوف مع بعض على الشاشة سيد مصطفى. خلينا نحكي مع بعض عن يمكن يعني في ظروف الفنان حساس، ظروف صعبة مرقت على البلد، لكن الفنان دائما بيضل عنده حساسية زايدة كونه بيمتلك موهبة بداخله. خلينا نحكي يمكن اليوم قديش مهم الفنان بريشته انه هو يعبر عن وضع، عن ظرف، عن حالة، عن فرح، لانه يمكن اللوحة هي بتدخل لكل بيت ولكل قلب. الفن التشكيلي والفن بشكل عام هو تعبير عن الحياة، ثقافة الحياة اللي ضد ثقافة الموت اللي صرنا فترة عم نشوفها. دائما الفنان بحس انه في عنده نوع من الاستفزاز، يعني الحالات اللي عم تصير حوالينا عم تحول طاقة الفنان لإيجابية بشكل مجبر فيها، يعني بشوف كمية من الظلام بده يحول لنور، يعني هاي وظيفته انه يعطي عكس السلبي. والفن يستفز والفنان يستفز بشكل سريع، كل ما زاد مثل ما بقوله السلبيات كل ما بيلجأ لفنه أكثر، بيحاول يعطي أكثر. يعني هلأ أنا فترة الأزمة لجأت للفن بشكل كبير، يمكن من رحم الأزمة يولد أيوة الإبداع والأمل، الهروب للحياة، لأنه الإحساس بالفن هو الحياة. بفترة الأزمة كلها أنا كل شغلي بلوحات خاصة ومشاركات خارج البلد، لأعطي إحساس أنه نحن بالبلد عايشين وعم نحس بطعم الحياة، وما في غير وعم تترجمه يمكن من خلال لوحاتك هي طبعاً الحياة اللي عم نعيشها. يعني خلينا نحكي معك مصطفى عن تحضيراتك القادمة، شو اللي عم تحضر له؟ هل في مشاركات في سوريا أو خارج سوريا؟ هل في معرض خاص لحضرتك عم تحضر والله هلأ في بشكل هلأ القريب أنه في مشاركة إلي أخرى بجزائر بمهرجان المنمنمات والزخرفي إن شاء الله. عم حضر له لوحات بتحكي عن التراث السوري بشكل خاص، يعني لوحات مشغولة بشكل دقيق جدا واستغرقت وقت كبير بحدود 3 أشهر كل لوحة، مع أنه حجمها صغير. يعني عملت نوع من الأسلوب جديد أنا اختصيت فيه بفن المنمنمات، ودائما التراث السوري حاضر بلوحاتي، والشغلات الجمالية الموجودة عنا لازم تنتشر عالميا. شو لحمص هي القلب، يعني في إلى معزي، بس لما أجيت على الشام أنا يعني أجيت من شي 5 سنين، يعني حسيت قيمة الشام بشكل يعني ما كنت متخيله، يعني خاصة لما أفتل بالحواير القديمة بالمناطق الأثرية، قلبي لهف لأكثر من حمص. بس حكيك ما حكي حمص ما عم يتركني. نعم. يسلمكم. بقى في حس التاريخ وعبء التاريخ بدمشق بشكل كبير. يعني بيعطي حافز للفنان ما طبيعي. طبعا أنا جربت هاي التجربة وكثير تأثرت بوجودها بالشام. وشام مدينة الياسمين يعني الجمال، يعني الواحد بيستفيد منها بأي نوع من أنواع الفنون. هو هي يمكن الحضن الكبير لجميع أنواع الفنون طبعاً والمواهب. طبعاً. نحن كثير بدنا نشكرك سيد مصطفى، وموفق يا رب بكل شيء بتقدمه، إن شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بألف خير يا رب. وعليكم إن شاء الله أجمعين وعلى السوريين، وإن شاء الله يكون آخر رمضان بيشوفوا فيه أي شيء، وبتكون آخر يعني بداية الإنفتاح بسوريا إن شاء الله. يعني إن شاء الله. الفنان الله مصطفى أصلاً بدنا نشكرك على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق. ودائما نحن في برنامج صباحنا غير نسلط الضوء على الفنانين السوريين، دائما فخورين فيكم. شكرا كثير لك. أنا مسرور بوجودي معكم.